عقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وخلال الجلسة استعرض نواب المجلس سياسة الحكومة الخاصة بخطة الإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمواصلة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. في بداية الجلسة تمت إحالة 13 تقريرا من اللجان النوعية المختلفة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات. وخلال الجلسة استعرض نواب مجلس الشيوخ طلبا مقدما من أكثر من 20 عضوا حول سياسة الحكومة الخاصة بخطة الإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة. الإصلاح الإداري شديد الصلة بالتنمية ومكافحة الفقر وتطوير الدولة المصرية والديمقراطية والحريات السياسية وحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وإذا لم يحدث الإصلاح الإداري فحلم الشعب المصري في دولة مدنية ديمقراطية حديثة هيبقى في مشكلة في تعيق هذا التطور اللي احنا بننشده، ومش هننجح في ان احنا نجني ثمار التنمية اللي بتحصل والتوسع في المشاريع المتنوعة وحلم التنمية اللي احنا الدولة المصرية ماشية فيه وتقوده بكفاءة مجموعة حول الرئيس الجمهورية. ابتداء ونحن نؤسس لجمهورية عصرية حديثة لابد ان نكون امام جهاز إداري بتحكم منظومة قانونية. هذه المنظومة القانونية لابد أن تسبق مجموعة من المتخصصين والفنيين والخبراء في فن النظام الإداري والقانوني. من جانبها أكدت الحكومة أن إجراءات الإصلاح الإداري التي اتخذتها ساهمت في تأهيل مؤسسات الدولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى الانتهاء من تدريب أكثر من 76 ألف متدرب من الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة. وعقب الانتهاء من المناقشات قرر رئيس مجلس الشيوخ إحالة الطلب وتعقيب الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية ومكتب لجنة القوى العاملة للدراسة وإعداد تقرير بشأنهما. وهكذا يواصل مجلس الشيوخ مهامه أداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع.